لابد لي من أمر على غزة، لابد أن أمر على الصابرين المحتسبين المجاهدين. أقول لأهل غزة وللمقاومة ولأهل الجهاد: اصبروا وصابروا واثبتوا وثقوا بنصر الله تبارك وتعالى، فإن النصر آت لا شك فيه، لأن آيات القرآن الكثيرة تبشركم بهذا النصر وتذكركم به. يقول الله تبارك وتعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ويقول تبارك وتعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. ويقول تبارك وتعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. ويقول تبارك وتعالى: سيهزم الجمع ويولون الدبر، ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. حكم الله عليهم بالضعف، حكم الله أن كيدهم ضعيف وأنهم سيهزمون. الضعيف سيهزم لا محالة. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، اضربوهم بلا هوادة، اقتلوهم ولاحقوهم، إنهم يفرون أمامكم كحمر مستنفرة فرت من قسوة، يفرون أمام الأسود ولا يصمدون أمامكم. والعزة والنصر لله ولرسوله وللمؤمنين. هذه رسالة للمجاهدين وللصابرين في غزة.